مساء الخير والسعادة على كل اللي بيسمعوني على راديو 90-90 هواها مصري. برحب بيكم، مروة البديني، هبقى معاكم كل خميس من دلوقتي ولمدة ساعة في خليك كول. كل حلقة من خليك كول هنتكلم عن حاجة لفتت نظرنا، حاجة ضايقتنا، حاجة عايزين نتكلم فيها ونتناقش فيها، وفي الآخر نطلع منها بحالة إيجابية. حلقة النهاردة بتتكلم عن الصداقة على السوشيال ميديا، وهل ممكن فعلاً نطلع منها بصداقة حقيقية تغنينا عن الأصدقاء الحقيقيين في حياتنا ولا لا؟ مستنية مشاركتكم وأراءكم معايا، ابعتولي رسائلكم على 19550 وكلموني على 750-60-750 دلوقتي، وهقول لكم رأيي في آخر الحلقة إن شاء الله. دلوقتي هسيبكم مع فاصل ومستنياكم. اهلا بيكم، ولسه معاكم مروة البديني على الراديو 90-90 هواها مصري في خليك كول. بفكركم بارقام التليفون، تقدروا تكلموني على 750-60-750 وتبعتولي رسائلكم على 19550. حلقة النهاردة بتتكلم عن الصداقة على السوشيال ميديا. بقى ملفت للنظر جدا ان دلوقتي السوشيال ميديا بقت مهمة، احنا بننام ونقوم ماسكين الموبايل في ايدينا، ما نقدرش ننام قبل ما نشوف اخبار الناس، واول ما بنصحى لازم نراجع بسرعة ونشوف الواتساب فيه ايه، المسجات اللي فيه، نشوف الفيسبوك، نشوف التويتر، نشوف الانستجرام، ونتابع اخبار اصحابنا. وبقت حاجة ملفتة جدا ان حتى في التجمعات بقت الناس قاعدة على طول بصة وحاطة وشها في الموبايل، محدش بيتكلم مع حد. والملفت اكتر ان كمان الناس وهي سايقة في الطريق تلاقيها ماسكة الموبايل ومش بصة على الطريق خالص. وبقى الموضوع ان حتى لو انت عايز تبعت لحد معايدة او بدل ما تكلمه وتعايد عليه او تهنيه في مناسبة، بقى الاسهل ان انت تعمل جروب على الواتساب او ان انت تعمل بوست على الفيسبوك وتعايد على الناس، وبقينا بنعرف اخبار كل الناس من على السوشيال ميديا، ما بقاش في تواصل حقيقي. انا احب اسمع رأيكم، واحب تبعتولي وتقولولي ايه رأيكم في العلاقات اللي على السوشيال ميديا، ايه رأيكم في الصداقة دي، هل هي فعلا ممكن تبقى صداقة حقيقية وممكن فعلا تغنيك عن أصحابك الحقيقيين؟ مستنية رسائلكم على 19550 وكلموني على 750-60-750، لكن بعد الفاصل مستنياكم. ورجعت لكم تاني مروة البديني في خليك كول على الراديو 90-90 هواها مصري. حلقة النهاردة بتتكلم عن السوشيال ميديا، وتحديدا ممكن نتكلم عن الفيسبوك. الفيسبوك بقى حاجة مهمة جدا في حياة كل الناس، كل الناس عايزة تعمل اكاونتس، وكل كبار وصغيرين. الحكاية بتبتدي الاول بأد من اي حد ممكن تكون ما تعرفوش، انت عشان تتعرف عليه بتدخل تبص على البروفايل بتاعه، تشوف صورته، تشوف تعليقاته، تشوف البوستات بتاعته، ويا تقبل الصداقة يا ما تقبلهاش. وانت بتحدد برضو نوعية العلاقة، هتبقى خفيفة ولطيفة ولا ممكن تدخله في كل تفاصيل حياتك. وبقى في كتير كمان الصداقة دي بتتطور وممكن توصل لارتباط، وبقى في شباب كتير شايفين ان هو ممكن يكون وسيلة جديدة بدل الارتباط بالطرق التقليدية. وفي طبعا ناس كمان بتدخل تقضيها وتتعرف وتصاحب ناس على الفيسبوك. احنا عايزين نعرف يعني ايه رأيكم في العلاقات دي، وشايفين ان ممكن فعلا ينتج عنها علاقة ارتباط قوي وحقيقي ولا لا؟ ياريت تبعتولي رأيكم وتقولولي انتوا شايفينها ازاي على الرسائل على 19550 وكلموني على 750-60-750، وهسيبكم مع اخر فاصل ورجع لكم. رجعت لكم تاني مروة البديني على الراديو 90-90 في خليك كول. زي ما وعدتكم ان انا هقول لكم رأيي في اخر الحلقة. بصوا بقى، انا شايفة ان كل حاجة في الدنيا ليها مميزات وليها عيوب. السوشيال ميديا كمان ليها مميزات كتيرة جدا وفي فوائد كتيرة جدا، بس لو استعملناها بشكل صحيح وبشكل معتدل. لكن انا شايفة من وجهة نظري ان من اهم عيوبها انها سطحت واختزلت مفهوم الصداقة في لايك وشير وكومنت، يعني وخرجت الصداقة من مفهومها العميق.
ده غير ان بقى كل الاصدقاء حوالينا دلوقتي بقوا يعني اصدقاء في العالم الافتراضي. طب يعني وقت الجد لما هتحتاج حد مش هتلاقيهم. يعني احنا ربنا خلقنا ان احنا نقدر يعني ان احنا ما نقدرش نتعايش من غير ما نتواصل مع بشر من لحم ودم، مش مجرد صور وبوستات وتعليقات بس. الوقت عدى بسرعة وخلصت حلقة النهاردة. تحياتي ليكم وبشكركم شكرا جزيلا. كنت معاكم مروة البديني في خليك كول على الراديو 90-90 هواها مصري كل خميس من الساعة 6 والمدة ساعة. هتوحشوني ودلوقتي هسيبكم مع سونا وأجدع صحاب ومساكم سعيد.